يمدى أبونا ملك سيريك قدام يمدى أبونا ملك سيريك قدام بسمين شوى هاقر سبكت بمرهابيتي أو راجع كمدى كتما هلت كيلومتر ركعت لا يمجين تنتاوي قدام سيهون كأديس أبابا بقوجة مسمر كمل كاتوري كتما بستك أين بمتاتف هلت متو هيا مست كيلومتر ركعت لا يجنال يقدامو مسراج كدوس أبونا مركز إريك سيهونو باعندشي أمستمتو أسره لتعمت مرت بشوا وست تولدو سعدوكو بحوارياوي تقادلو بزو منفساويات سراوتشن أبركتوال بسألو تاتشونا بقداماوي هيو تاتشو يميتاووكو تالاك سعدك أباتناتشو يميدا أبونا مركز إريك قدام بركات تامنانيان ينبرو بتنا رجيم دمية كاسكوت تروت انتاويات قدامات عندو سيهون قدامو بقراي محمد يتفات زمجا ملو بملوت افتوال قدامو كزيا يتفات زمجا بوهانا لرجيم زمن تزكتو ينور سيهون كقرب جزيا وديه ايه تدراج يقنيال قدام مسيل سعدكو أبونا ملكت إريك قدام ونسي مسرتو بوتاو بزو مكران تقبلو ببتال بتليم سعدكو زواتر بس أمنا بس ألوت بوتاو توسنو سينورو يجيتاچن يا يسوس كريستوسن همام إياسبو راساچون يقرفو سونتاچو بمولو قوسلو سلنبرا إجزيابي هير يسعدكون صوم سألوتنا تقادلو بمايت ليو يكال كدان تقا اندساتاچو بقر لاچو لاي تصفوال يهم بزيهو كدوس سفرا انتا ينين مكرا اياسبخ بمنورهنا سقاه اندي قوسلو اسكي بسبس درس مكران بمكابلخ انيهم يا انتا كبر اندي تاوك سمهم اندي ترى انتا بس اللي هبت سفرا يتكبرون سقاون على بسبسهم اندي شتم على درقهم بزي سفرا يقوموننا يسأليون نستها سايقبا بسقا ارفت التراوم ይህ ለአንተ የሰጠሁት የመታሰቢያ ቃል ኪዳን ነው ብሎ ፈጣሪ ቃል ኪዳን ለጻድቁ ሰጥቷቸዋል። ይህም በትክክል በቦታው እየተፈጸመ ይታያል። برغت زاري خلوم اندازيخ اندميايو بغدامو موتو يتكبرة ماننين يوم سو اسكرينو سايبسبس سقاوم سايفرس درقو ساقرو سايرقف اندالة تكمتو يگنيال ليلاو قرطو اسكرينو يسيتيهون ويميواند بميلا يملكو يتايال بتنشو بواشا وست بچا كامست شيخ يالان نسو يقدسان عزموچ كأين مفسس بستكر ملو أكالاتشو تفر الناس أغور سايق وادل اسكزاري درس بكفر تكمتوال يخ يميهونو لسعدكو بتستو يكال كدان سفرا بچانو هيا ميتر ركو وطابلو كقدامو يتكبرو عسكرين وج وديو يبسبسالو باند وقت عند عسكرين قماش قنمو ودقدامو دمبر قماش قنو دقمو ودوك يتكبرنا كبزو زمن بوالا عطمون عسكوف فروسيا وطوت ودقدامو يالو أكال سايبسبس كقدامو وج بامسا سانتيمتر ركت يالو قماش أكال بس بسوان دتقنية يقدامو منانا يعني ناقرالو የገዳሙ አቀማመጥ በሰሜን ወሎ ከሚገኘው ከይምራሃነ ክርስቶስ ገዳም ጋር ይመሳሰላል። በታላቅ ተራራ ስር በሰፊ ዋሻ ውስጥ ቤተክርስቲያኑ ይገኛል። በገዳሙ ካሉ በርካታ የቅዱሳን አጽሞች ውስጥ በክብር ትንሳኤን እየናፈቁ ከሚጠብቁት ዋሻ ውስጥ ሶስቱን አንድ መናኝ አውጥተው አሳዩን። አንድ የሰውነት አካል ሳይጎድል ሙሉ አካል አለ። كنفس مليتنا كعين مفسس بستكر
አንዳች አልጎደለ። በእጅጉ የሚያስደንቀውና የሚያስገርመው ነገር ቢኖር ከዚያ ከቅዱሳን አንገት አጽም ላይ በአንገታቸው ላይ የታሰረው ማተብ እስከ ዛሬ ድረስ ሳይበሰብስ በአንገታቸው ላይ እንደታሰረ መገኘቱ ነው። እኛም ማየት ማመን ነውና በዚህ ፊልም ላይ ቀርጸነዋል። ዓለም ራሱ ሰርቶ ራሱ በሚያፈርሰው ህግና የቴክኖሎጂ ውጤት ይደሰታል ይገረማል። መደሰትና መገረምስ ከሰው ህሊና በላይ በሆነው በእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ነው። የሚዳ አቡነ መልከጼዴቅ ገዳም ምንም አይነት መተዳደሪያ የሌለው በቀን እንኳን አንድ ሰው የማይጎበኘው እንዲሁ ለነፍሱ ያለ ብቻ የሚኖርበት ገዳም ነው። በእውነት እንዲህ አይነቱን የበረከትና የቅድስና የቃል ኪዳንም ስፍራ ትኩረት ሰጥተን ልንባረክበትና ልንጠብቀው ይገባል። የገዳሙ ጻድቅ ቅዱስ አቡነ መልከጼዴቅ ረፍታቸው ግንቦት 4 ቀን ሲሆን በዚህ ዕለት ከቆላውና ከሚዳ ከተማ በሚመጡ ጥቂት ምዕመናን ይከበራል። ሚዳ ቅዱስ አቡነ መልከጼዴቅ ገዳም ሰው ተቀብሮ አካሉ አይበሰብስበትም ጥፍሩም ጸጉሩም አይረግፍበትም እንዲሁ በክብር ትንሳኤን ይጠብቃል። እኛም ከፈጣሪ የተሰጣቸው የጻድቁ ልዩ ቃል ኪዳን ነው ብለን እናምንበታለን። የጻድቁ የአቡነ መልከጼዴቅ በረከትና አማላጅነት አይለየን።